أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نفهم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والأنصار هم الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم نعم، الله فضل المهاجرين على الأنصار، بدأ بهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فالله ذكر المهاجرين قبل الأنصار، لأن الأنصار تركوا ديارهم وأموالهم وبيوتهم وخرجوا طاعة لله سبحانه وتعالى، أما الأنصار فهم في بلدهم في بيوتهم وفي أموالهم رضي الله عنهم. المهاجرون أفضل، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، دائما يذكر المهاجرون قبل الأنصار، فهم أفضل بلا شك. نعم.